كنوز الدراما. أصل الراديو، أصل الراديو. الحق وقتك، حلقات يكتبها أحمد عبد الفضيل. بطولة سيد زيان، وداد حمدي، جمال إسماعيل، آمال شريف، رأفت فهيم، ونادية فهمي. موسيقى منير الوسيمي. إخراج مجدي سليمان. شوف يا عم ايه قلت لي؟ مؤاخذه، بدوي يا فندم. بدوي؟ شلا يا سيد يا بدوي. مدد، شوف يا سيدي. ايوه حضرة الفندم. بيقولوا في المثل ادي العيش لخبازه ولو ياكل ثلاث ارباعه. امال انا جاي لك ليه يا حضرة الباش كاتب؟ مش عشان انت خبازه. ايوه مش خبازه بس، لكن ضيف عليها الثلاث ارباع كمان عشان تنظبط يا حاج. وماله؟ بس انت مشيلي في الموضوع وانا رقبتي سداده. رقبتك سداده؟ يعجبني، يعجبني الراجل مفتح الدغري المدردح اللي فاهمه ويا طير. هي الحكايه بالظبط. البيه المحافظ. ايوه يا سيدي، البيه المحافظ. شويه شويه عشان بكتب. البيه المحافظ، ما احنا قلنا البيه لما المحافظ. زار الربع اخر مره. نعم. وشرحت له حالتي. قال لي البيه سكرتيره الراجل ده يستلم شقه في التو والساعه. الف مبروك يا سيدي، فرحت لك والله. والله شوف وشي حلو عليك ازاي. صبرك بالله يا سيدنا الافندي. طيب كمل كمل يا عم، انت قلت لي بالظبط. بدوي عبد الرحيم العدوي. مين العدوي؟ يا عدوي مدد. مدد انت هتتشنج ليه عليا من اولها؟ معلش، اصلا اول ما اسمع سيره الاولياء جيت انت بتتلبش يا اخويا. وعدك بشقه وبعدين؟ وانا راجل فقير وعندي من العيال دسته 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 مره واحده يا سيدي، ربنا يزيد ويبارك. هقول لك ايه، وكل ما اروح المحافظه اسال على الشقه البيه يقول لي جاري البحث. جاري البحث؟ ولاد الحلال دلوني على حضرتك وقالوا لي عرف افندي ينشلك عريضه تجيب لك الشقه في سرعه البر. ساده والله يا عم، انت قلت لي بدوي. بدوي يا اخويا، بدوي جدع، بدوي. خصوصا الشقق، هو انا ليا شغله غير الشقق ومشاكل الاسكان الشعبي. اديني قلت لك علي فيها، وانت بقى مخمخ واستمخمخ ونشيل العريضه اللي هي للبيه المحافظ. وحياتك، شوف بقى حياتك غاليه عندي قد ايه، وحياتك لاكتب لك حته دين عريضه تخلي المحافظ ده يخليه يوين المحافظه كلها توين. اتمشى شويه كده ايه من ساعتين وتعالى لي، ها تلاقي كل شيء جاهز. اتمشى. ماشي ماشي اعرف افني. بس وحياه والدك سيب لنا حاجه كده عشان نفتكرك بيها. اسيب لك ايه يعني؟ اسيب لك الطاقيه يا راجل. طاقيه ايه وبطاقه ايه؟ النقديه يا عم بدوي، النقديه. انت مين يا حاج؟ الله، انا اللي سبت لك الجوز جنيهات. جوز جنيهات؟ جوز جنيهات؟ ايوه، جنيه مجمد وجنيه اربع. حالا نسيتني. الله، انت بتاع جنيه الاربع. ادي شكوتك يا سيدي مكتوبه بالنسخ وهتقلب الدنيا ان شاء الله. ودي اعمل بيها ايه يا فندي؟ تمضي هنا ببصم ومعايا ختم نحاس. تبصم هنا وتحط الختم النحاس هنا وتطبقها وتحطها في ظرف مزركش. ظرف ايه؟ مزركش جدع. وعليه ورقه البوسطه. عليه ايه؟ ورقه بوسطه. وحد يكتب لك العنوان على الظرف. العنوان فين؟ العنوان على الظرف. طب جدع. طب وبعدين يعرف افادي؟ ولا قبلين ولا قبلين يا سيدي، توصل للمسؤولين من هنا تنول المراد من رب العباد. تنول ايه؟ المراد من رب العباد. مبروك. وتدعي لي يا عمي. يا عمي قلت بدوي يا اخويا. بدوي بدوي يا اخويا بدوي، ما تفرقش معايا. خدمه تانية. مع السلامه يا اخويا. ايه يا بدوي؟ يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا. بقول لي يا اخويا عملت ايه؟
ايه؟ العريضة اللي هنستلم بيها الشقة اهي. ايه؟ يعني خلاص هنعزل من الرصيف ده يا بدوي وهنسكن في شقة زي ما خليق ربنا يابا، وما حدش هيتفرج علينا في الراحة والجاية يا بدوي. بس عاوز بقى ظرف مزركش وورقة بوسطة وحد يكتب لي عنوان المحافظة هنا هو. زغرتي يا بنتي يا منى. صباح الخير يا سيادة المحافظ. الجماعة اللي ساكنين الرابع وعدتهم بالشقة عملتوا فيهم ايه؟ جاري بحث الحالات يا فندم. وبعدين الناس لازم تستلم الشقة حالا 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 يا سيادة المحافظ. كل الناس اللي انا وعدتهم لازم يسكنوا ولا هنسيبهم على الرصيف؟ كلهم يا فندم، كلهم حسب اوامر سعادتك، كلهم ان شاء الله. اكتبي يا ستي امال، اعملي معروف، خلينا نخلص الكشف عشان الناس تستلم الشقق. ايوه حاضر حاضر يا ستي. سيب الملاية دلوقتي. اوه، هو ايه اصله ده؟ يعني بلاش اعدل للرميل؟ احنا في ايه دلوقتي، في الرميل ولا في الناس اللي مرمية على الرصيف دي؟ اتفضل مليني. حاضر. مبروك عبد الواحد مبروك. عبد الواحد مبروك. ها كويس قوي. نفيسة ابو السعادات مرزوق. أبو السعادات مرزوق. بدوي عبد الرحيم العدوي. بدوي عبد الرحيم العدوي. يا ستي يا ستي، انت بتكتبي ولا بتبصي في المراية؟ أصلي شايفة نفسي حلوة قوي النهاردة يا أستاذ. يلا يلا ملي ملي. اتناشر عيل يا راجل يا مفتري، وكنتوا ساكنين فين كلكم؟ كنا ساكنين في أوضة فوق سطوح البيت اللي انهد. وكنتوا عايشين ازاي؟ وربنا ما بينساش حد. وبتناموا ازاي؟ بالوردية يا فندم، ناس تنام بالليل وناس تنام بالنهار. ومش حرام تخلف دستة وبهدلهم البهدلة دي وآخرة المتمة تنيمهم على الرصيف؟ ما هو خلاص هستلم شقة في المساكن يا عزة فندم. تستلم شقة؟ وعرفت منين؟ ما أنا رحت المحافظة أسأل، قالوا لي اسمك نزل في الكشف وهتستلم مع اللي هيستلمه كده. طب مبروك يا عم بدوي. أديني بقى هستلم الشقة وأشغل الصبيان وأجوز البنات وارتاح. أمال هدفع إيجار الشقة منين؟ تشغل أنهي صبيان يا بدوي؟ ولادي يا عزة أفندي. وتجوز أنهي بنات يا بدوي؟ بنات يا عزة أفندي. يا بدوي ده أنت أكبر عيل عندك، عنده 12 سنة. عندي البنت البكرية عندها 15 واللي أصغر عندها 13، وإن شاء الله هروح لرفاعة أفندي يشوف لي حل. أيوه أكبرهم حبة وأجوزهم وارتاح منهم. ترتاح منهم مش حرام عليك يا راجل؟ وأنا يعني حمل دستة عزة أفندي؟ الله، ولا يعني كنت حمل دستة؟ خد يا نفيسة مفتاح الشقة، مبروك عليك، ألف مبروك. غيره مبروك عبد الواحد مبروك. هنعملها يا فندم. تعال قرب يا مبروك قرب. ايوه ساعتها ايه، امضي هنا واستلم الشقه. الف مبروك. الله ينصر دينك يا بيه، وما يحرمناش منكم ابدا يا بهوان. يلا غيره. بدوي عبد الرحيم العدوي. لا لا ده مشطوب عليه، غيره. انا اهو انا اهو يا بيه، انا اهو انا بدوي عبد الرحيم العدوي. استنى شويه يا بدوي. استنى استنى، يعني ايه اسمك مشطوب عليه يا بدوي؟ ابقى مر علينا في المحافظه بكره علشان البيه المحافظ عاوزك. غيره. وما سلموكش الشقة ليه زي بقية الناس يا بدوي؟ والله ما انا عارف، لكن البي قال لي عدي علينا في المحافظة بكرة. يا سيدي يا سيدي، ناس لها بخت وناس ملهاش. لا ما هو حاكم البي المحافظ من ساعة ما زرنا وهو مبسوط مني قوي. تلاقيه مدكل لك شقة في العلالي يابا. الله، وبعدين في القر الدكر ده بقى بتاعك يا منى. ولا حاجز لك شقة عن نيل يا سبادوي. ما هو حاكم، انا قلت له كلمتين حلوين على الكلمتين اللي كتبهم لي عرفة فندي، الله يعمر بيته بقى. عارف يابا، انا لو منك لما تروح المحافظة بكرة تعمل ايه؟ اعمل يا منى، اول ما تخش على المحافظ ويسلمك الشقة اللي في العلالة تروح قايل له انا راجل فراش في مدرسة وولادي كتير قوي قوي وعاوز شغلانة حلوة. شغلانة حلوة؟ شغلانة حلوة ازاي وانا راجل امي لا بعرف اقرا ولا اكتب؟ يابا
طباخ السم لازم يدوق، فراش في مدرسة ما بتعرفش تقرا ولا تكتب. يا اختي يعني هو العلام كان عمل ايه لاصحاب العلام ولا ايه يا مومونة؟ على رأيك يا اخويا، هات يا بنت الطابلة ورقص اخواتك على السعد واللي انا اللي احنا فيه. طب بالي قلت لي مين؟ بدوي عبد الرحيم العدوي. وبتبيع ايه يا بدوي؟ ببيع ايه؟ انا فراش في مدرسة المعالي، والبيه المحافظ طالبني بالاسم شخصيا كده هو؟ الله، ما تشوف الحكايات دي يا أستاذ. ايه في ايه يا أنسة أمان؟ ده بدوي عبد الرحيم العدوي بتاع شقق المساكن. بدوي، تعالى يا بدوي. الله، على فين يا بيه؟ تعالى بس. الله، طب استنى بس لما أعدل الجاكيتة ولا هخش على البيه المحافظ مبهدل كده. البيه المحافظ ايه؟ ده انت رايح الشؤون القانونية يا بدوي كمان؟ يا فرج الله. ختمك اللي على الشكوى ده يا بدوي، وبصمتي كمان يا سعادة البيه. يعني انت اللي بعت الشكوى دي؟ ايوه يا سعادة البيه. ولما انت يا بدوي راجل هلمة مقدم في المساكن الشعبية ليه؟ عشان عندي دستة عيال والبيت اتهد ونايمين على الرصيف. يا نايمين على الرصيف ليه؟ ما سكنتش في العمارة ليه؟ عمارة؟ انا عمارة؟ العمارة العشر ادوار اللي حضرتك بتشتكي المحافظ عشان امر بازالة دورين منها. انت بتقول ايه يا بيه؟ لما عندك عمارة عشر ادوار بتزور في البيانات ليه يا ضلالي؟ استنى عندك الله، عمارة ايه وعشر ادوار ايه؟ ايوه استعبط اخوي استعبط. يمين بالله ما احتكم على حاجة من دي ابدا. اتقفشت يا بدوي وحنحولك للنيابة بتهمة التزوير والتدليس في الحقيقة. خبرك اقول لك اكتب لي شكوى عشان نايم على الرصيف، تكتب ان عندي عمارة عشر ادوار. هو انت اللي خدت الشكوى بتاعت العمارة عشر ادوار؟ هي دي الخدمة عرف افندي يا ضلالي؟ غلطة يا اخويا، غلطة يا سيدي، غلطة. ايوه غلطة يا ابني، سيب رقبتي هتموتني. انا اديتك شكوى الراجل التاني عن طريق الخطأ، سيبني بقى يا ابني هتموتني. معلش سامحني. وهتنفع بايه سامحني دي بعد ما راحت عليا الشقة ومتحول على النيابة؟ وانت لما خدتها مني ما قريتهاش ليه قبل ما تبصم عليها يا بني ادم؟ وانا كنت اتعلمت عشان اقرا واكتب. ولما انت امي انا ذنبي ايه؟ امسك حلق حوض. في ايه يا ده؟ في ايه؟ الحق العربيه اللي هناك دي يا اسطى حمدان، الحق. في ايه بس؟ فهمني. اطلع بسرعه قبل ما تهرب وراه. الناس اللي عندها تقوى لدين يخبط الراجل ومش يقف يسعفه ولا ينقله المستشفى، لا يدوس بنزين ويجري. هدينا قرب ما نحصله. ايوه دوس بنزين يا اسطى، دوس اعمل معروف. ما تخافش علي، انا شايفه ومش هيهرب مني ابدا. ايوه ان شاء الله حتى ناخد نمرته. صبرك عليها شويه، انا هجيبه من زمارة رقبته ان شاء الله، حتى لو كان راكب صاروخ مش عربيه. بعدين عم اسماعيل، الراجل طب ما حطش منطقه بيه. انت متاكد ان العربيه هي اللي صدمته؟ الناس كلها شاهدين يا بيه. وما خدتش نمره العربيه؟ طلع وراه الواد سليم والاسطى حمدان ولسه ما رجعوش لدلوقتي يا بيه. طلعوا ورا العربيه اللي عملت الحادثه؟ ايوه سعاده البيه. ومين سليم ومين حمدان؟ سليم يا بيه يبقى صاحب البوفيه اللي على الطريق الزراعي يا بيه. طيب مين حمدان؟ ده سواق المشروع يا بيه. سواق شاطر قوي. ومش هيرجع لو معاه المجرم اللي عمل الحادثه ان شاء الله. خير يا واد سليم؟ فط مننا ابن العفريت. ما لحقتوش؟
كان قدام عينينا ما نعرفش حود من انهي سكه. وبعدين لفينا عليه كل حته فص ملح وداب. يا خساره يا خساره يا خساره دي إيه؟ ما احنا اخذنا نمره العربيه صحيح ولا امال يعني احنا بنلعب ولا بنلعب؟ طب خش للبيه الضابط وقول الكلام ده. خش تعال معايا يا اسطى حمدان تعال. اجي ما اجيش ليه وانا بخاف؟ بينا يا سليم. نمرة العربية كام يا سليم؟ ايوه نمرة العربية دايرة يعني ايه؟ خمسة يا بيه. ما هي اصلها زي الدايرة عدم المؤاخذة. خمسة طيب وايه كمان؟ وجنبي منها نقطتين يا بيه. خمسة ونقطة يبقى خمسة وصفرين. طيب وايه كمان؟ وكمان دايرة تانية يا بيه. يقصد كمان خمسة يا بيه. يعني نمرتها 5005. ايوه يا بيه. طب تقدر تقول لي ماركتها ايه يا اسطى؟ نص نقل ياباني كحل يا بيه. بس ما اعرفش انهي محافظة. الدنيا اصلها كانت ضلمة. نص نقل ياباني كحل. ايوه طيب متشكرين يا رجالة. ايوه احنا اي خدمة يا بيه. الشعب دايما في خدمة الشرطة والشرطة في خدمة الشعب. يا ريت كل الناس زيكم يا رجالة. احنا اي خدمة يا بيه. بس انا ليه خدمة عند البيه. اي خدمة يا اسطى حمدان؟ انا اصلي حجدد الرخصة ان شاء الله على اول الشهر. وعاوز واسطة من حضرتك. واسطة؟ وايه لزوم الواسطة؟ عشان ما اضيعش عدم مغزى حكيم. انا حياتي كلها معقده. لا 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 عيني الاثنين. حاضر. العمل العظيم اللي انت عملته ده يخليني اتوسط لك في اي خدمه يا اسطى حمدان. الله يخليك يا شويش. تمام يا فندم. خد الاشاره دي بلغها للمركز. حاضر يا فندم. بلغهم نمره العربيه وماركتها ويتصلوا بالمرور. حاضر يا فندم. الله. وبعدين يا اما بلاش فضايح. يا حبيبي فضايح ايه؟ سيبها تزغرط وتلم الناس. ده مش هخرب عريسها يا ابني. خليها تفرح يا ستي. ما هو كله لها. واحنا بديك الساعة لما تبقى قصة قد الدنيا وعندك عربية نص نقل. خدني جنبك يا حنات. لا لا يا موسى ممنوع. ممنوع ده ايه؟ ونبي تاخدني جنبك لففني في الشارع. يا بنت قلتلك ممنوع. دي عربية نص نقل ماهيش عربية ركاب. طب سوق قدامي كده. يلا سوق قدامي. يا بنت يا موسى سيبي عريسك يشوف شغله يا بنت. والنبي ما سيبه الا لما يسوق قدامي كده ويلففني شوية في الشوارع. يما يا نوسه جرالك ايه وهتستفيدي ايه بس؟ هستفيد ايه؟ هزغرط حلم الشارع حكيد العوازل واقول لهم عريسي سواق وعنده عربيه وبيفسحني بيها ويلففني الشوارع. عناية يا نوسه. يلا حاضر حاضر. يا عريسي اهو. بص شوف عريسي مبروك يا اسطى حناطة. الله يبارك فيك يا معلمي. ودي بقى اسطى كبير يا هاج. ربك يرزق والبركة فيك يا معلمي. امال انا جاي لك ليه بس؟ ايه عاوز تشتغل معايا يا حناطة؟ وانا هلاقي مين احسن منك يا معلم؟ طب يا سيدي خش المخزن وشيل كراتين التونة ووزعهم على التجار. قشطة استفتاحك قشطة ان شاء الله. حمله هاج واديله لستة باسامي التجار مجبورة ان شاء الله. رخصك يا اسطى. اتفضل يا باشا. رخصتي ورخصة العربية وكشف بالبضاعة. اركن. خير يا سعادة الباشا. اركن العربية على جنب اقول لك. لا حصل حاجة بس يا باشا. معايا شويش. ايه الخبطة اللي في الرفرف دي؟ لا دي لمؤاخذة حاجة بسيطة بيه. خدت الشر وراحت. خدت الشر؟ طب ازاي؟ انا لمؤاخذة داخل المخزن المعلم محروس عشان احمل الكراتين. اتحكيت لمؤاخذة في الباب. زيك عن امي واخواتي يا سعادة الباشا. ايه ده؟ طب اركن ما تسيبوش يا شويش. حاضر يا عمالك. في ايه يا شويش؟ علم ايه؟ ما كانش عرفني. الله وركنني من الصبح ليه؟ حرام عليكم معايا بضاعة ناس بره في العربية. اسكت ساكت لحد النيابة ما تاخد اوالك. ايه
نيابة؟ ليه؟ وانا عملت ايه؟ بقول لك طب ساكت، بقول لك يا متهم انت وش التهم، فاهم؟ خلص مين ده يا ست ام حناطه؟ وحيروح فين بس يا معلم محروس؟ زمانه راجع يا اخويا. انا اللي بسالك ولا انت اللي بتساليني؟ واحد محمل بضاعه ب10,000 جنيه يطلع من صباحيه ربنا لحد نص الليل وما يسلمش البضاعه ليه؟ يا اخويا الغايب حجته معاه؟ لا انا لا مؤاخذه يعني بقى مش هاسكت، انا هبلغ البوليس. ايه ده؟ دول 10,000 جنيه مش لعبه يا ام حناطه. يا لهوي، هي حصلت البوليس؟ داولين البلطو يا بنت يا نوسة. الله، على فين السعادة يا خالتي؟ هدور عليه كده برضو يا حناطة. ايه يا خالتي؟ عاوزة تقولي انه خد بضاعة الرجل وفلسع؟ اما اللي هيكون ايه اللي حصل بس يا بنتي؟ احنا ما صدقنا نصلح حاله، ايه اللي جراله تاني؟ يا ملة بختك يا نوسة. انت اذا ما اعترفتش هخليك تعترف غصب عنك. والله العظيم، والله العظيم ما رحت يا بنت الطريق الزراعي ولا شفت سعاده الباشا. والخبطه اللي في الرفرف دي ما قلت لحضرتك يا بيه، دي حكه في باب مخزن المخزن المعلم محروس. والقتيل اللي سبته مرمي في السكه يا عظيم الضمير. قتيل؟ قتيل ايه؟ والله العظيم ما حصل. مش دي نمره عربيتك؟ ورينا سعاده الباشا. ايوه هي. امال بتنكر ليه؟ عشان اللي حضرتك بتقول عليه ده ما حصلش يا سعاده البيت. ده انا لسه مستلم العربية من البنك، ويا دوب جت من البنك على البيت وعندي الاثباتات يا سعادة الباشا. ايه هي الاثباتات دي يا حناطة؟ اسأل البنك يا باشا. وبعدين يا خالتي 3 أيام بلياليهم لا حس ولا خبر. ودي المعلم محروس قلب أصله وبلغ البوليس وبيدوروا عليه. يا دي الغلب يا أخواتي. والنبي عين وصابت، عين وصابت يا حناطة، عين وصابت. مبروك يا عم، البيه افرج عنك وهنيانك. الله يبارك فيك يا حضره الصول. بس بعد ايه يا سيدي؟ زيك عن عافيتك. طب والعربيه فين؟ مركونه في الزقاق اللي ورا القيس. ايه؟ مركونه في الزقاق؟ وبعدين يا ابني؟ رحت الزقاق يا امي، رحت الزقاق ياما ما لقيتش فوق العربيه ولا كرتونه ياما. يا نصيبتك. وكمان ايه؟ لقيت البطاريه متاخده ياما، والاستبن والكاسب بتاع العربيه ياما. يا لهوي، ومين اللي سرقها يا ابني؟ مش مركونه في الزقاق بقالها 3 أيام ياما. انت كنت عملت ايه بدنيتك تلبس قضيه زي دي يا حناطه؟ ما انا طلعت منها براءه، الدور والباقي بقى على المعلم محروس ياما. فاكر يا سليم انت ولست حمدان الحادثه؟ ايوه يا بيه. وفاكرين لما جبتوا نمره العربيه اللي عملت الحادثه؟ ايوه مال يا بيه، والله يا بيه دخنا السبع دخات لحد ما لقطنا النمره. وفاكرين لما قلتوا لي النمره 5-0-5؟ ايوه، ما انا حاكم نظري 6-6. والله يرحمها امي كانت تقول لي انت فص عينك تركي. ايه رايكم بقى ان العربيه اللي عملت الحادثه نمرتها 9-5-9؟ ايه انت هتقول ايه يا بيه؟ النمره اللي انتوا مليتوها لي غلط يا حضرات. ما عدم مؤاخذه يا بيه، احنا يعني انتوا ايه؟ احنا لا بنعرف نقرا ولا نكتب. امال جبتوا النمره دي منين؟ بالوايم يا بيه، بالوايم. الحق وقتك، غدا حلقة جديدة. أحمد عبد الفضيل، مجدي سليمان.